بسرعة. المشكلة يا حضرتك لو تسامح، أنا ليا جار عنده 12 فدان بعض أرض، راح ايوه قفلت، وأنا الفدان الوحيد اللي في المنطقة اللي فيها أرضه دي مش بتاعه، وأنا قابله راح قفل الطريق على أرضي، بيقول لي أنا في طريقي ومتعدي على أملاك الدولة وباني عليها سور وقفل الطريق على أرضي، ولما لقاني بضم حضرتك أنت خليتني تواصلت مع وكيل وزارة الزراعة الباشمهندس عادل العتال، رحت له مشكورا، بعت لجنة للتعيين، واللجنة التعيين جت ما عملوليش أي حاجة لحد هذا، لحد وقتنا هذا، وقالوا لي الدور على الحكومه دلوقتي، الحكومه تطلع تزيل. طب احنا نعمل ايه؟ احنا مش عارفين نحصد رزنا، الرز نام في الارض، لزق في الارض، مش عارفين نضمه ننزله ازاي. دلوقتي بيقولوا لي كل ما اروح اشتكي في اي مكان يقولوا لي الحكومه، روح شوف الشرطه، روح شوف الشرطه، روح شوف الشرطه. طب انا هعمل ايه انت للشرطه؟ فين في الغربية يا حاج؟ انا من عزبه سليمان غنام، وشهرتها عزبه ابو بدر، مركز المحله الكبرى. في المحلة الكبرى. والدتي سرحت امبارح الارض يا استاذ سامح، ضربوها زقاق، ما عندهم لوادر وعندهم جرارات وحفارات، زق والدتي بتاع اللي بيعدي فيها رمل قدام دي يا استاذ، وقع على الارض. طيب راحت عملت بلاغ، بيقول لها اللي انت عايزاه اعمل ايه؟ انا ما فيش حد يعرف يعمل لي حاجه، انا بفلوسي بنيم اي حاجه. طيب نعمل احنا ايه؟ اسمعني طيب بعد اذنك. دلوقتي هو انت عندك في طريق اللي هو بيدخلك للارض بتاعتك، الطريق المؤدي للارض بتاعتك، هو بنى على الارض على الطريق ده سور منع ان خلاص ما حدش يدخل ولا يخرج من الطريق ده. يا استاذ سامح، هو اشترى حته 10 اراضي جنبي على شمالي، تمام استاذ سامح؟ سامعك، كمل. اشترى 10 اراضي جنبك وبعدين على شمالي، راح بنى عليهم فيلا، وراح عمل عليهم سور، في طريق زراعي كان بنمشي عليه بالفلاحين، الفلاحين بيمشوا عليه بالعربات الكارو بتاعتهم وبالمواشي يروحوا اراضيهم، راح هو دخل الطريق ده وردم المصرف ودخل المصرف وراح بنى على الاسفلت على الطريق العمومي يا فندم، وقفل الطريق. دلوقتي فاضل النازله بتاعت ارضي، راح جاب عمدان خرسانيه كده العمود 6 متر مش ما صبهمش، مصبوبين ونايمين يا باشمهندس زي سمل كده، ونيمهم لي على الطريق وقفل لي بالطريق، قال لي دي بتاعتي. بيقول لي دي بتاعتي ودي املاك دوله، لا ملك ولا ملك، وده طريق عامل الناس كلها مش بتاعي ولا بتاعه. طيب دلوقتي حضرتك الزراعة، انت لو في رحت قابلت الاستاذ وكيل وزارة الزراعة رحت قابلت وعملوا الباشمهندس حمدي نوح، رحت له طلع لجنه من هناك عينت الناس، راحوا قالوا ان حل الموضوع ودي، لحسن في مخالفات هنا كتير، راحوا شافوا قالوا هاتوا الاوضه نشيل الحاجات دي، راحوا قفلهم واتخانق معاهم، رحت انا راحوا جابوا حفار عشان يعملوا اعمده خرسانيه ويركب بوابه على الطريق ده ويقفل الطريق بتاع الارض، رحت انا اتصلت بالنجده، النجده جات شالوا الحاجات دي وردموا الحفر اللي كان حفرها يا فندم، وعملوا ومشوا. راح هو تاني بعد ما الشرطه مشت راح جاب العمدان دي وقفل بقى الطريق تاني. طب احنا ننزل ارضنا ازاي؟ لو حضرتك معايا في صفحه لسيادتكم ابعت لكم الصور والحاجات بتاعتها، او انزلوا تتفضلوا مشكورين، تيجوا تصوروا وتشوفوا الوضع على الطبيعه. لا هتبعت لي الصور وانا ايه يا فندم؟ اسمعني بعد اذن حضرتك. الاستاذ احمد المشكله عندك موجوده في الملف وردودها في الاعداد. طيب المشكله دي معروضه دلوقتي، بنرسلها للسيد اللي هو احمد ضيف صقر محافظ الغربيه، لان خلاص الزراعه عملت المحضر وعملت المعاينه واللجنه خدت اجراءاتها. دلوقتي احنا فعلا هم منتظرين قوه امنيه عشان تيجي تنفذ الازاله دي، لان انت نفسك شفت سامح ده طالع قرارات ازاله من 2012 جميل جدا. ما انا عارف انا ايوه، ما هو ده يعني تاكيد. لما يردوا مصرف بطول كيلو 1 كيلو 1000 متر ويعمل عليه شويه محلات وشويه حته يدورها عشان يبيعها بالقراط للمباني، وشويه يعمل لي عليها سور، وشويه يعمل عليها مخازن، طب احنا نمشي ازاي ونعيش ازاي؟ طب ما هو ده تاكيدا اللي انا بقوله لك. اسمعني لو سمحت عشان في ناس معايا على الخط التاني دلوقتي، تاكيدا لكلام حضرتك، احنا عاوزين ننفذ الازالات دي. ما خلاص احنا خدنا احكام وعندنا محاضر اتعملت وفي معاينات، احنا بننسق النهارده مع سياده المحافظ علشان يبقى في قوه امنيه ترافق القوه اللي هتقوم بالازاله. انت نفسك شفت ان هو بيتعدى على اللي بيروح، ما في يعني انتوا جربتم بالطرق السلميه ان انتوا تبتدوا تحلوا المشكله ونشوف ندخل منين او نتوجه لارضنا ازاي، كل ده ما جابش نتيجه، وممكن يتعدى على اي مهندس زراعي رايح علشان يقوم بعمليه التنفيذ بدون قوه امنيه. حاجه بسيطه كمان يا فندم، انا أيوه. رحت امنعه، كان بيجيب تراب مجرف من الاراضي الزراعيه، هو بيخزن تراب بيجرف من الاراضي الزراعيه وبيتاجر بيه،
دي مش مشكلتي، راح يحط على الطريق ويقفله، وروح تمنعه رمى عليا التراب باللودر ومتصوره معايا، رحت عملت وجاب سلاح وهددني بيه والناس شاهدت، ورحت عملت. طب انت عملت محضر في اسم الشرطه بالكلام ده؟ رحت عملت محضر في نقطه بشبيش بتاريخ 2 احوال رقم 2 احوال بتاريخ 9/8، ورحت تقدمت ولما هددني وزق على ناس بتتصل بيا تدعي ان هي من الشرطه بتقول لي احنا عايزينك هات هات قرارات الازاله اللي معاك، هات الورق اللي معاك واحنا نخدمك واحنا نعمل لك. لما قلت لهم لا مش جاي، قال طب احنا وحياه امك هنربيك ولازم نحبسك، انت مدفوع فلوس كتير يالا. طب بص انا بص بس عشان خلاص كده انا اسمعني، لا خلاص انا المشكله كلها وصلت لي دلوقتي. عملت انا بلاغ في مديريه الامن حضرتك كمان. ماشي، انت عملت المحاضر دي والاوراق دي كلها، انا هطلب منك تجهزها علشان تروح هتقابل السيد المحافظ باوراقك دي كلها بمشكلتك دي علشان نشوف حل ليها. تمام؟ تمام. بشكرك. يعني حاج احمد من الغربيه بيكلمني على ملف مؤسف من الملفات اللي احنا بنعاني منها بقالنا فتره، وفي ناس الى الان غير مدركه للي بيحصل، في ناس غير مدركه ان الدوله عادت مره اخرى وان القانون موجود وبيتنفذ وان القوات الامنيه وقوات الامن في مصر تقدر تطبق القانون وتنفذه. واذا كان المسؤولين عن الزراعه ابتدوا يتعاملوا مع الراجل ده ويقولوا نحل المشكله بالطرق الوديه الاول.